صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تنصحون طالب العلم بتفسير الإمام ابن جرير الطبري، وكيف أعرف الآثار الصحيحة من الضعيفة فيه؟ تفسير ابن جرير الطبري ضخم، ولا المبتدئ ما يستطيع أن يقرأ فيه ولا يستفيد منه، لازم يكون عند القارئ إمكانيات علمية، يعني يكون من العلماء يقرؤون فيه. أما المبتدي فيبدأ بالتفاسير السهلة القريبة المختصرة الصحيحة، يبدأ بها. نعم. وأما أنك تقول ما أميز بين الأحاديث، الآن لله الحمد حقق هذا التفسير وخرجت أحاديث وبين. نعم.